حد ما بي يعني يعني ما فيش وقت للحب ولا مكان للحب ولا أي حاجة تحدد الحب أبدا. فدي الفكرة اللي عجبتني فيها ورضيت إن أنا أعمله. والحقيقة كنت سعيدة في مدام بشرى والأستاذ علي إدريس بالذات يعني. فانبسطت أوي أوي إن أنا جاتلي الفرصة إن أنا أعمل حاجة في العصر الجديد ده.